وبالفعل
واشتغلنا في عناصر المنظومه كلها بشكل متوازي وواحد. بدانا بالجرارات اللي تعاقدنا على 260 جرار، وصل منهم 110 والباقي هيوصل في جنب. وفي نفس الوقت احنا شغالين في اعاده تاهيل الجرارات الموجوده. بالنسبه للعربيات احنا تعاقدنا على توريد 1300 عربيه بتغطي مستويات خدمه مختلفه، وصل منهم 500 عربيه لغايه دلوقتي والباقي بيوصل تباعا. واحنا بنجهز دلوقتي لاجراءات توقيع عقد مع الشركه المورده لصيانه العربيات دي، وان شاء الله في نهايه 2021 كل العربيات اللي هتبقى ماشيه على خطوط السكه الحديد هتبقى اما جديده او مجدده. بالنسبه لخطوط السكك الحديديه احنا جددنا 800 كيلو سكه و1000 مفتاح على خطوط على المواقع المختلفه في الخطوط في الشبكه، والتجديد عمليه مستمره بتعتمد على الحاله الفنيه للخطوط الحديديه اللي بنشوفها دلوقتي باحدث الوسائل التكنولوجيه. وبالنسبه للاشارات حياتك احنا شغالين في تطوير نظم الاشارات، بدانا بالخطوط الرئيسيه اللي بتغطي حوالي 1900 كيلو، ودي بتشمل انشاء ابراج اشارات حضرتك وبتزود بنظم حديثه تكنولوجيه داخل الابراج. وده حضرتك جزء من السيناريو اللي بيتم جوه الابراج، ودي حضرتك نموذج للاجهزه اللي بتركب على السكه، ودي اللي بتخدم على اجهزه الاشارات اللي جوه الابراج والاجهزه اللي في الجرارات، وبتتعامل معانا عشان تنظم وتتحكم في مسير القطارات على الخطوط والمزلقانات. بالنسبه للورش حضرتك احنا برضو طورنا الورش وحسنا الاجهزه والمعدات عشان نحسن بيئه العمل داخل الورش. اما بالنسبه حضرتك للعنصر البشري فاحنا عندنا معهد وردان على مساحه 150 فدان، طورنا كل المنشات والمناهج وحدثنا المعامل وحولناه من مدرسه فنيه الى معهد فني تكنولوجي. والقوات المسلحه ساعدتنا في اختيار وتاهيل 300 مهندس و1000 فني، وحياتك اتكرمت وقابلتهم في اسكندريه، ودول نموذج للي موجودين معانا، دول خريجي معهد ضباط الصف والكليات في القوات المسلحه، ودول شغالين معانا في الجانب الفني وان شاء الله يبقوا مستقبل السكه الحديد. واستكمالا لعناصر تحسين الخدمه احنا هنركب بوابات بدءا بالمحطات الرئيسيه حضرتك، ودي هتتعامل معانا هتنظم حركه جمهور الركاب وفي نفس الوقت تخلينا نسيطر على الايرادات. والمهندس خالد عطيه ممكن يشرح البوابات حضرتك. اي امر يا فندم. مهندس خالد عطيه رئيس شركه ترانس اي تي وزاره النقل. في اطار توجيه سيادتكم العام الماضي بما كانت محطات سكه حديد مصر على غرار محطات مترو انفاق وتركيب بوابات الكترونيه للتحكم والسيطره، قامت شركه الهيئه السنه اللي فاتت فندم بعد توجيه سيادتك على طول بالنشر على جميع الشركات، وفازت بيها شركه لتطوير وما كانت اربع محطات رئيسيه القاهره والجيزه وسيدي جابر والاسكندريه، وفازت بيها شركه من شركات الدوله. وعلى التوازي سيادتك تم تكليف شركه ترانس اي تي شركه الوزاره بتطوير محطه دمنهور كمحطه نموذجيه بمنتج او منظومه بالكامل محليه الصنع بنسبه 70%. ودي سيادتك البوابه اللي موجوده في محطه دمنهور. المنظومه سيادتك بتكون بأنظمة لتوفير المعلومات بالكامل للمواطن معلومات للمواطن من حيث مواعيد القطارات والأسعار والمقاعد الخالية. اتفضل سيادتك البوابة جاهزة تتواكب مع جميع أنظمة مرافق المواصلات كمترو وقطاع النقل العام. زائد يا فندم وفرنا للمواطن قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات من تطبيقات الموبايل والموقع الالكتروني. وسيادتك في تشغيل التجريب الشهر اللي فات تضاعف نسبه حجز السياح من خارج مصر لعربات النوم بالمنظومه دي. زائد سيادتك نظام البوابات الالكترونيه ومنظومه كاميرات ومراقبه للمحطات داخليا. سيادتك ده تصوير حي لمحطة دمنهور بعد انتهاء الميكنة منه، وان شاء الله هتبدأ تشتغيل تجريبي فعلي بعد تشريف سيادتك لينا. المحطة بتتكون من بوابات اللي هي قدام سيادتك بالظبط، ده انتاجنا المحلي يا فندم بنسبة 70%.
المواطن بياخد تذكرته من اي قناه بيع داخل المحطه او من موبايل ابلكيشن من اي مكان في العالم او حتى من خارج مصر، ممكن يحصل على تذكرته ويمر بيها من بوابات، البوابه بتتحكم في ان هو يعدي او ما يعديش. كده بساتك بنحافظ على الايرادات لهيئه سياحه مصر. المنظومه سياحتك بالكامل بتشتغل من خلال الرقم القومي ايضا عشان يبقى في سيطره على الركاب والمواطنين بشكل امني. المنظومه سياحتك كلها جاهزه للربط مع منظومه التذكره الموحده وكارت النقل الذكي بالتعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنه وشغالين فيه حاليا سيادتك. المنظومه التذكره الموحده ان شاء الله يكون فيها المرحله الاولى جميع خطوط المترو زائد المونوريل والقطار السريع والنقل العام داخل القاهره جزء منه ان شاء الله يا فندم. شكرا سيادتك فندم. سيادتك دي بوابه سكه حديد. سيادتك على طول لما عملنا الكارت الموحد مع سامح العكاري اصبح سيادتك دي مواصلات مصر، ده اتوبيس يقدر من نفس البوابه عشان يبقى تذكره موحده. لو سيادتك حطه دي فتحت البوابه. لو سيادتك استلمت على التليفون لكل سيادتك تذكره موحده، سيادتك تيجي من اسوان بالقطر وصل لحد العاصمه الاداريه الجديده، ركب القطر وركب المونوريل وركب ال ار تي وركب المواصلات كل انواع المواصلات. شكرا جدا يا فندم. لواء عصام عبد القادر والي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للانفاق. سان سيادتك في اطار توجه الدوله لتحول وسائل النقل الجماعي للوسائل الاخضر والمستدام، بننفذ حاليا مجموعه من شبكه الخطوط والوسائل الجر الكهربائي المختلفه، اولها شبكه المترو وهي مكونه من 5 خطوط، فبالاضافه الى الخط الاولاني المرج حلوان والخط الثاني شبرا الخيمه المنيب. اللي جاري تحديثهم حاليا يا فندم جاري تنفيذ الخط الثالث، تم الانتهاء من 24 كيلو و19 محطه من الخط الثالث، وجاري اعمال القطاع الاخير من الخط ومكون من 15 محطه و17.8 كيلو، تم الانتهاء من حوالي 80% من الحفر النفقي لهذه المرحله من اللي بتبتدي من العتبه وصولا الى الكتكات شمالا الى رود الفرج وجنوبا الى جامعه القاهره. وباذن الله يا فندم المرحله الاولى من هذه القطاع هيتم الافتتاح ان شاء الله في العام 22 باذن الله. الخط اللي بعد كده يا فندم الخط الرابع خط الهرم، وده بيبتدي من مدينه 6 اكتوبر الى مدينه الرحاب القاهره الجديده، وده المرحله الاولى الاولانيه احنا شغالين فيها بطول 19 كيلو 17 محطه، والاول مره يا فندم بتقوم 5 شركات وطنيه مصريه بتنفيذ هذا القطاع. بعد اذن سيادتك احنا وعدنا سيادتك ببرنامج زمني مخصوص لمحطه المتحف المصري الكبير، وباذن الله هيتم الانتهاء من كافه الاعمال السطحيه لهذه المحطه قبل افتتاح المتحف ان شاء الله يا فندم. الخط السادس يا فندم احنا حاليا في مفاوضات ومباحثات مع شركات عالميه كبرى في المجال ده لتنفيذه، والخط السادس ده بيبتدي من الخصوص وحتى المعادي الجديده. الوسائل الاخرى يا فندم لربط التجمعات شرق القاهره مع العاصمه الاداريه ومدينه العاشر، بننفذ حاليا قطار الكهربائي الخفيف بيبتدي من عدي منصور، سيادتك شرفتنا بوضع حجر الاساس ليها العام الماضي. ده طوله يا فندم 103 منها في نهايه العام الحالي لبدء التشغيل التجريبي، وبتتم من عدلي منصور وحتى العاصمه الاداريه بطول 70 كيلو. بعد اذن سيادتك احنا سيادتك في بث حي من محطه بدر، دي المحطه اللي بيبتدي يتفرع منها القطار الكهربائي شمالا الى مدينه العاشر من رمضان وجنوبا الى العاصمه الاداريه، ودي مباني ورشه العمره الجسيمه، واحنا بالفعل يا فندم ابتدينا اجراء اختبارات السكه على المسار. الوسيله الثانيه يا فندم اللي احنا بنتكلم عليها المونوريل، خط المونوريل، وده من اطول الخطوط المونوريل في العالم، اجمالي اطواله حوالي 97 كيلو، الجزء الاولاني مونوريل شرق النيل، وده بيبتدي من محطه الاستاد وصولا الى العاصمه الاداريه الجديده عشان يتكامل مع قطار الكهربائي في محطه مدينه الفنون.
الخط الثاني يا فندم بيبتدي من مدينة 6 أكتوبر عشان يتكامل مع الخط الثالث في محطة وادي النيل. أستاذ سيادتك دي نموذج لمحطة المونوريل اللي احنا حاليا بننفذها. مساحة المحطة حوالي 4200 متر مربع مكونة من مستويين، المستوى الأولاني هي المعدات الفنية والتذاكر، المستوى العلوي اللي هو مستوى الرصيف. المحطة دي فيها فندم 10 سلالم ثابتة وستة متحركة للانتقال من مستوى لمستوى، مزودة بسلالم خارجية بتستخدم إما عبور مشاة لعبور الطريق أو بتستخدم إلى الوصول إلى المحطة. أنا أستاذ سيادتك في بس حي من مدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. بعد كده سيادتك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة من القطارات السريعة أو فائقة السرعة، تم وضع وجاري تنفيذ فعلا شبكة من الخطوط يصل إجماليها إلى حوالي 2000 كيلو متر طولي لربط مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، علاوة مرورا بكافة المدن الجديدة سواء في الدلتا أو في الصعيد. الخطوط دي مكونة يا فندم من الخط الأولاني بيبتدي من العين السخنة إلى العاصمة الإدارية الى الاسكندريه العالمين مطروح بطول 660 كيلو، واحنا فعلا تم توقيع العقد وجاري التنفيذ على الارض. الخط الثاني يا فندم خط اكتوبر اسوان وده طوله 925 كيلو. الخط الثالث هو الاقصر هنا سفاجه الغردقه، وان شاء الله يا فندم احنا في مرحله المفاوضات وجاري اجراءات توقيع العقد. في اطار التكامل الاقتصادي يا فندم اللي سيادتك امرت بيه، احنا على غرار محطة التبادلية المركزية في عهد منصور لسيادتك شرفتنا بوضع حجر الاساس ليها العام الماضي، احنا بننفذ حاليا محطة تبادلية مركزية في العاصمة الادارية مكونة من مبنى لمحطة الـLRT القطار الكهربائي الخفيف، علاوة على مبنى اداري فندقي ومبنى اداري ومتصل بمحطة المونوريل. احنا حاليا يا فندم في مرحلة تنفيذ محطة القطار الكهربائي الـLRT بالإضافة إلى موقف أتوبيس العاصمة عشان يبقى محطة متكاملة لكل وسائل النقل الحديثة. فن أي أوامر فن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ورد إسماعيل أفندم رئيس قطاع النقل البحري، أنشئ قطاع النقل البحري سنة 1961 باسم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري واستمر تنظيم سوق قطاع ننظمه وليوصل المعايير العالمية. سيادتك بيتبع القطاع المواني التجارية والسياحية والسياحية. سيادتك المنظمات المعنية ب العربية تقدم إعداد الاستراتيجية العامة لجميع المواني البحرية المصرية التي تكفل رفع كفاءة ومستوى الأداء وإعداد البنية التشريعية وتشغيل منظومات تتبع السفن في المياه الإقليمية والمياه الدولية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى توجيه السفن النقلة للسلعة الاستراتيجية للمواني المصرية ومنح وتجديد التراخيص. دي سيادتك البنية التشريعية اللي احنا بنشتغل عليها، يحددها قانون رقم 8 سنة 1996 ودي خارطة الوزارية. احنا سيادتك في قطاع النقل البحري عندنا بنك معلومات أنشئ سنة 96 مر بعدة مراحل تطوير في ضوء توجيهات الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية، دخل مرحلة تطوير أخيرة بهدف تجميع جميع البيانات وتجميعها كلها في قاعدة بيانات واحدة وناخدها من المصادر الرسمية بتاعتها بكل دقة وأوامر سيادتك.
ضايع بدل من 160-170 حاليا. ده سيادتك ان شاء الله باذن الله في نهايه 24 باذن الله. سيادتك شرفنا وشرفت كل التطوير ده. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمهمة تنظيم وإدارة الملاحة في المياه الإقليمية بما يضمن تنفيذ الاتفاقات الدولية المضمنة لمصر تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية زي الاي ام او لايالا، الإشراف على سلامة السفن اللي تبنى خارجيا أو يتم تدبيرها لمصر، متابعة الحالة الفنية جميع السفن الموجودة قبل إبحارها سواء مصرية أو أجنبية، وعدم السماح بإبحارها إلا إذا كانت صالحة للإبحار الآمن، متابعة جودة التعليم في المعاهد التعليمية المعتمدة من مصر، وإصدار جوازات السفر البحرية جميع عاملين بحر بحارة وضباط ومهندسين، تموين اشتراك في تموين الفنادق في مصر باستخدام ماكيتات السفن عايدة موجود ماكيتاتها، وفي إطار التحول الرقمي قامت الهيئة في الوقت الحالي بإنشاء منظومة جواز السفر البحري المميكن وتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعمل بدلا من جواز البحر القديم اليدوي. وفي البحر الأحمر جاري تطوير فنار قد ابن حضان في جنوب سيناء للعمل حاليا، مخطط لكل خدمه ديسمبر يعني العام الجاري اللي بدا بعد منه في الجاري الخضراء الموجود هنا في منطقه الجبال، هنعرف كل التحرك في المياه الخضراء تم انتهاء البحر في الجبال الخضراء فهنا من البحر نعمل خدمه لواء بحري عبد القادر درويش رئيس وزارة نقل بغرض انها تكون زراعة تجاري لها في ادارة وتشغيل محطات تداول البضائع. اول مشروع للشركة يا فندم هو محطة تحيا مصر اللي شرفت بتفقد سيادتك في سبتمبر الماضي. احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي في البنية التحتية اللي هي الارصفة والساحات اللي نسبة 85%. بدأنا في اول نوفمبر ده ننفذ اعمال شبكة المرافق والمباني الادارية كلها. خلال الست اشهر اللي فاتوا دول تعاقدنا على كل المعدات المطلوبة للمحطة باجمالي عدد 140 معدة، وبناء على توجيه سيادتك احنا دخلنا في مفاوضات مع الخط الملاحي سي ام اي سي جي ام، وان شاء الله بكرة هنوقع الشراكة معاه، وده عقد سيادتك جديد من نوعه في المواني المصرية هيتيح لنا بالحصول على حوالي 60% من الايرادات، ويخلينا نشارك في الادارة والتشغيل عشان المشروعات المستقبلية بتاعتنا. احنا عندنا ثلاث مشروعات اخرى ان شاء الله هنبدأهم، محطة متعددة الأغراض في سفاجة، محطة متعددة الأغراض في السخنة، ومحطة تداول حبوب في ميناء الدخيلة. تحت أمرك. شكرا. طارق حسن علي رئيس التنفيذي لسيمنز موبيليتي مصر يا فندم، برحب بسيادتك في الجناح بتاعنا باسمي وباسم العاملين في سيمنز كلهم، مستر فرانك هارتمان سفير سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، رولان بوش رئيس التنفيذي لسيمنز، مايكل بيتر رئيس التنفيذي لسيمنز موبيليتي. طبعا احنا شرفنا بزيارة سيادتك، وطبعا احنا فخورين جدا بتاريخنا الطويل في مصر اكثر من 120 سنة في قطاع النقل وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة يا فندم، وفخورين اكتر دلوقتي بالتعاون اللي بدا. احنا طبعا لينا باع طويل مع السكه الحديد في قطاع النقل بالذات، بس دلوقتي فخورين احنا نوسع الشراكه الاستراتيجيه دي برضو في المشروع العملاق بتاع القطار الكهربائي السريع اللي احنا متشرف ان وضعت الثقه فينا ان احنا ننفذ الموضوع من المشروع العملاق ده. ولو سمحت لي سيادتك حدي بس المايكل بيتر عايز بس يرحب بسيادتك بكلمه كده. Your Excellency Mr. President, we are extremely honored to have you here today. We are extremely honored to be a part of your ambitious plans to rebuild or build a big part of the transportation of the future, obviously together with the Ministry of Transportation. Okay. I would like to give you a fact maybe that has not been reported so much yet about this project. It has been reported that it will transport 30 million people a year, that travel times will be cut from 4 hours to 2 hours, 70% less emission. But what not has been reported yet maybe, with 1,800 kilometers of high speed, Egypt will be the sixth biggest high speed network in the world.
Number 4 is currently Germany. Number 5 is Japan, and number 6 will be Egypt. And I think that shows two things. Number 1, the really ambitious plan, Vision 2030 of Your Excellency and the country of Egypt to transform the country. And it shows the power of and the importance of a transportation system. But also I think it shows impressively how it will transform the everyday of many, many, many Egyptians, almost every Egyptian in this country, I believe. And we have prepared a 2-minute video for you to show you a little bit how this vision becomes reality if you have the time. First of all, I welcome you. So great to have you. Very pleased with this partnership. This is very outstanding partnership in recognition of all your capabilities. And out of our confidence in you that we together will be able to attain our desired objectives. We have achieved this in the field of energy, and I'm quite confident we will do the same in the field of transport. I hope the timing, you will deliver on the timings that we agree on. We will. Thank you very much. مشاهدينا الكرام، المتابع سيجد الكثير من الإنجاز والكثير من الاحتفاء بكل الإنجازات على أرض هذا الوطن، وهذا أحد الإنجازات، هذا المعرض الذي يحرص على المشاركة فيه عديد من دول العالم، كبريات الشركات، أسماء كبرى. مشاهدينا الكرام، أعود مع حضراتكم الآن إلى استوديوهاتنا في مسفير. كل تحية إليكم، كل التحية إلى هذا الوطن العظيم في كل أيامه.